قاعدة اشتقاق الدالي اللوغاريتمي المركبي. الدالي اللوغاريتمي المركبي نحن بنعرف شكلها العام fx تساوي لوغاريتم jx. خلونا نتعرف على قاعدة اشتقاقها ونتعلم كيف بدنا نطبق هالقاعدة مع الدوال العددي. مشتق الدالي اللوغاريتمي المركبي هي القاعدة الرابعة والأخيرة من اشتقاق الدوال المركب. الدالة اللوغاريتمية المركبة شكلها العام fx التي تساوي لوغاريتم jx وأريد أن أشتقها. أقول طلاب من أجل اشتقاق هاي الدالة اللي احنا رح ننطلق من مين؟ من مشتق اللوغاريتم fx التي تساوي لوغاريتم x. نتذكر شو قاعدة اشتقاق لوغاريتم x؟ هي فتحة x والتي تساوي 1 على x. قاعدة اشتقاق لوغاريتم x هي 1 على x. منعمم بتعميم هذا الكلام على لوغاريتم جي اكس. كيف بيصير التعميم طلابنا؟ بيصير عنا فتحة x تساوي جي فتحة x على جي x. يعني مشتق الدالة اللوغاريتمية المركبة هو مشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. إذا كانت fx هي لوغاريتم jx، عندئذ f فتحة x هي j فتحة x على jx. مشتق الدالة اللوغاريتمية المركبة هو مشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. لذلك أستطيع القول إذا كانت j دالة اشتقاقية، دالة جوانية، دالة اشتقاقية على المجال I المحتوى في R، وكانت الدالة fx التي تساوي لوغاريتم jx اشتقاقية أيضا على كل مجال جزئي مفتوح محتوى في I، من أجله يكون ما داخل اللوغاريتم أكبر تماما من الصفر. أنظر، وكانت الدالة fx التي تساوي لوغاريتم jx اشتقاقية على كل مجال جزئي مفتوح I واحد محتوى في I، من أجله يتحقق jx أكبر تماما من الصفر. عندئذ إن مشتق الدالة fx اللي هي لوغاريتم jx هو فتحة x والتي تساوي مشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. إذن مشتق الدالة f هو فتحة x والتي تساوي j فتحة x على jx. إذن كيف أنا بشتق الدالة اللوغاريتمية المركبة؟ بشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم، يعني اللوغاريتم بيروح بالاشتقاق. مثلا على سبيل المثال أوجد الدالة المشتقة لكل من الدوال التالي. لدي الدالة fx التي تساوي لوغاريتم 2x. واضح طلابنا أن الدالة لوغاريتم 2x هي دالة لوغاريتمية مركبة. مين الجي؟ الجي هو لوغاريتم x. بنطبق القاعدة، فتحة x هي مشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم، 2x على القوس فتحة على 2x. بنشتق مين مشتق 2x؟ هو 2، معناته ضل عندي 2 على 2x. باختصر 2 بالبسط مع 2 بالمقام فيكون الجواب 1، 1 على x عفوا. إذن مشتق لوغاريتم 2x هو 2x على القوس فتحة 2x، مشتق 2x 2 على 2x، راحت 2 مع 2 بيضل عندي 1 على x. أيضا مشتق الدالة fx التي تساوي لوغاريتم 2x ناقص 4. بنفس الطريقة طلابنا مشتق دالة لوغاريتمية مركبة هون الجي هي مين؟ 2x ناقص 4. المشتق هو مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل لوغاريتم، فتحة x والتي تساوي 2x ناقص 4 على القوس فتحة على 2x ناقص 4. مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل لوغاريتم، 2x ناقص 4 شو مشتقة؟ هو 2 على ما داخل اللوغاريتم، 2 على 2x ناقص 4. لهون احنا خلصنا الاشتقاق، ولكن يبدو انه انا هون اخرجت 2 عامل مشترك من المقام وروحته مع 2 البسط، قام صفى عندي الدالة المشتقة هي f فتحة x والتي تساوي 1 على x ناقص 2، فتكون الدالة المشتقة f فتحة x والتي تساوي 1 على x ناقص 2. ايضا لدي الدالة fx التي تساوي لوغاريتم 1 ناقص x زائد لوغاريتم 1 زائد x، او x زائد 1.
واضح أن اف اكس هي مجموع دالتين، الدالة الأولى لوغاريتم واحد ناقص اكس، والدالة الثانية لوغاريتم اكس زائد واحد. أريد الدالة المشتقة، مشتق الأول زائد مشتق الثاني، مشتق جمع دالتين، مشتق الأول زائد مشتق الثاني. نحن بدنا نشتق لوغاريتم واحد ناقص اكس، هو مشتق ما داخل لوغاريتم واحد ناقص اكس على قوس فتحة على واحد ناقص اكس، زائد مشتق لوغاريتم اكس زائد واحد أيضا واحد زائد اكس على قوس فتحة على واحد زائد اكس. ونطبق هالقاعدة يعني فتحة اكس تساوي مشتق الواحد ناقص اكس هو ناقص واحد على المقام نفسه واحد ناقص اكس، زائد مشتق لوغاريتم واحد زائد اكس هو واحد على اكس زائد واحد. شو هلق بدي اعمل؟ بدي واحد المقامات. اتفقنا انه احنا المشتق نكتبه بافضل شكل، هون راح اضرب باكس زائد واحد، وهون بدي اضرب بواحد ناقص اكس. بيصير عندي طلاب الكسر الاول ناقص واحد مضروب باكس زائد واحد، طبعا المقام المشترك هلق واحد زائد اكس بواحد ناقص اكس. الكسر الثاني البسط واحد مضروب بواحد ناقص اكس على المقام المشترك واحد ناقص اكس بواحد زائد اكس. واضح طلابنا ان المقام هو جداء مجموع عددين بفرق، يعني المقام انا عندي هون هو متطابقه تربيعي ثالثي، جداء مجموع عددين بفرق مربع الاول ناقص مربع الثاني. البسط بفك القوس يعني بدخل على الاقواس ناقص واحد باكس ناقص اكس ناقص واحد، دخل الزائد واحد، الواحد حيادي ما راح ياثر، زائد واحد ناقص اكس. عندي ناقص واحد وزائد واحد راحوا، صفى عندي ناقص اكس وناقص اكس ناقص اثنين اكس، والمقام صار مربع الاول ناقص مربع الثاني هي على المتطابقه، واحد ناقص اكس مربع ناقص اكس وناقص اكس ناقص اثنين اكس، فتحه اكس هي ناقص اثنين اكس على واحد ناقص اكس مربع، فتكون الدالة المشتقة فتحة X هي ناقص 2X على 1 ناقص X مربع. مشتق مجموع دالتين يساوي مشتق الأولى زائد مشتق الثاني. أيضا طلاب لدي الدالة FX التي تساوي لوغاريتم 1 على X زائد 2، أيضا راح طبق عليها القاعدة مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم، الجي الموجودة جوات اللوغاريتم هي 1 على X زائد 2، بنزلها على القاعدة الفتحة X هي 1 على X زائد 2 على القوس فتحة على 1 على X زائد 2. هلق بالبسط بدي اشتق ال 1 على X زائد 2، مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على مربع المقام، مشتق البسط 1 مشتق البسط 0 في المقام 0 ناقص مشتق المقام 1 في البسط 1، معناته البسط صار كله ناقص 1 على مربع المقام X زائد 2 للتربيع، والمقام هون بيظل مثل ما هو اللي هو 1 على اكس زائد 2. هلا انا مباشره باخذ البعيدين بسط والقريبين مقام، بيصير عندي ناقص 1 مضروب باكس زائد 2 على 1 باكس زائد 2 للتربيع، اكس زائد 2 مع اكس زائد 2 للتربيع، راحت اكس زائد 2 مع اكس زائد 2 بيظل عندي في المقام اكس زائد 2، وفي البسط بيظل عندي ناقص 1، فتكون الداله المشتقه الفتحه اكس هي ناقص 1 على اكس زائد 2. طلابنا باعتبار أن جوات اللوغاريتم كسر فيني هون على حالي عملية الاشتقاق، وذلك نكتب الدالة من جديد باستخدام خواص اللوغاريتم. أنا عندي اف اكس تساوي لوغاريتم 1 على اكس زائد 2. نتذكر مع بعض لوغاريتم قسمي، لوغاريتم الاي على بي ماذا تساوي؟ لوغاريتم البسط ناقص لوغاريتم المقام، معناته هون هاي بتساوي لوغاريتم البسط هي لوغاريتم الواحد ناقص لوغاريتم المقام لوغاريتم اكس زائد 2. لوغاريتم الواحد صفر ناقص اكس زائد 2 ناقص لوغاريتم اكس زائد 2، هاي الدالة اف نفسها هاي بشتق الدالة، معناته بشتق هاي المساواة اللي طلعت معي، بيصير مع طلابنا بالاشتقاق الفتحة اكس تساوي ناقص ما له علاقة بالاشتقاق، أنا بدي اشتق هون، مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل لوغاريتم، مشتق الإكس زائد 2 هو 1 على ما داخل لوغاريتم إكس زائد 2، بحصل على المشتق نفسه. يعني أنا بقدر
طبخها وصل لوغاريتم مشان اقدر او مشان اعيد هيكليه الداله من جديد واشتقها بطريقه مريحه اكثر من الطريقه السابقه. والطريقتين بصيروا. اذا اشتقاق الداله اللوغاريتمي المركبي اشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. الان طلابنا لدي السؤال التالي وفق التقييم. كيف نوجد الداله المشتقه للداله اللوغاريتمي المركبي؟ كيف انا بشتق الداله اللوغاريتمي المركبي اللي هي اف اكس التي تساوي لوغاريتم جي اكس؟ يعني انا عمليا بدي قاعده، بدي اف فتحه اكس. نعم طلاب، راح اسال ابراهيم مصطفى. تفضل يا ابراهيم. ابراهيم، ما هو مشتق لوغاريتم جي اكس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ، مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. احسنت يا ابراهيم، اذا شكرا كثير لك يا ابراهيم. مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. هكذا طلاب اقوم باشتقاق الداله اللوغاريتميه المركبه. هاي هي قاعدتها وتعلمنا كيف نطبقها.